لمثل هذه اللحظات ليعد كل واحد منا نفسه للقاء الله عز وجل ملك الموت لا يستاذن من احد ولا يطرق بابا ولا يحسب حسابا لجيوش ولا لقصور وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فالموت مصيبه تقع على النفس البشريه وتهتز منها النفس ولكن آيات الله عز وجل تطمئن هذه النفس وتهدئ من روعها بقوله سبحانه: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له والله عز وجل يخاطب ملائكته اقبضتم روح ولد عبدي فيقولون نعم اقبضتم فلذه كبده فيقولون نعم فيقول الله عز وجل ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. اخواني لمثل هذه اللحظة وكلنا ندرك أن الموت حق، وأن القبر حق، وأن سؤال الملكين حق، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور على ظهر هذه الارض ليوصي بعضنا بعضا بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى لأن العبد لن ينفعه مال ولا جاه ولا سلطان لن ينفع العبد إلا العمل الصالح الذي يقدم به على الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والأهل ويبقى العمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب ابنته وهي في بيت النبوة يخاطب فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا ابن ادم عملك الصالح هو الذي ينفعك عند الله عز وجل، فلنحاسب انفسنا على ما قدمنا لله سبحانه وتعالى، لنحاسب انفسنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لحظات وفي مثل هذا الموقف ونحن نودع أخا من إخواننا وابنا من أبنائنا عرفناه بدينه وخلقه وابتسامته عرفناه بهدوئه وبصالح أعماله ولن نزكي على الله أحدا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن كما قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا على فراقك يا علاء لمحزونون ولن نقول إلا ما يرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله يا رب العالمين اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين، اللهم نقه من الذنوب والخطايا والاثام، كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبّته عند سؤال الملكين يا ارحم الراحمين، اللهم اجمعه مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم يمن يم كتابه ويسّر حسابه ووسع مدخله يا رب العالمين اللهم اجعله من الذين يردون على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشرب من يده الطاهره شربه لا يظما بعدها ابدا اللهم ارفع درجته في عليين اللهم ارفع درجته في عليين اللهم انزل السكينه والطمانينه على قلب اهله واخوانه واحبابه واصدقائه يا رب العالمين الفاتح